Allô docteur. في ألو دكتور، بالنسبة لليوم في متابعتنا من 1 حتى 7 نوفمبر هو حديثنا مش يكون مخصص على عملية الرضاع الطبيعي. الفوائد متاحة، شنو الميكانيزم كيفاش تصير هالعملية هذية؟ علاش اليوم تجيك مرأة تقولك راني عندي أمراض ما خلتنيش تترضع، ساعات تقولك راني لبس علي ما نجمش أنا الرضع البيبي متاعي؟ هذا وأكثر أسئلتكم تجمو تطرحوها على ضيفتنا اليوم دكتور أسماء بابا، طبيبة أخصائية في السكري والغدد. دكتور أهلا وسهلا. أهلا بيك يا رحيم، بكل مستمعي راديو رحيد. نشكرك على تدخلك معنا. رغم أهميتها إلا أنه 13.5% هو نسبة الأمهات اللي قاعدة ترضع بطريقة طبيعية، ويبقى السؤال علاش؟ هذا حابين نتي ما نفهمه دكتور. وخاصة أنه كي نقارنوا بدول كيما الدول الأوروبية والدول الأمريكية نلقاو نسب أعلى برشا نتاع 70-80%، ونلقاو تونس في الترتيب في الدول اللي اقل في نسبه الرضاعه، توصل حتى ل 8% في مناطق معينه في الجمهوريه التونسيه. هذه ظاهره مؤخرا ولات نشوفوها بصفه كبيره برشا، وللاسف رغم التوصيات ورغم الحصص نتاع التوعيه وكل شيء، لكن المعدل هذا مش قاعد يتحسن للاسف. توا كان نشوفه في السنوات اللي فاتوا الكل، حتى في 2016، حتى في نفس النسب اللي قاعدين نلقاو فيهم. ماذا بينا احنا نحب نشكرك اني اللي انت اخترت الموضوع هذا واخترت باش تتكلم عليه، على خاطر ماذا بينا ناخذوه بطريقه غير تقليديه، مش كيف ما مستنسين نحكيو فيه بالطريقه اللي رضعوا كهو وروحه جبيه. باهي هذه كل ولدك وصحتك وتقف غادي العمليه، ليه لازم يفهموا لي اكثر من هكا راهي العمليه. فوالا كيفاش تحب نبداو؟ خلينا نفهم انا الفينومين كان صح التعبير، الميكانيزم كيفاش تصير عمليه الرضاعه هذيا، انه المراه تولي عندها الحليب والحليب هذا يكون فيه المنافع هذيك الكل لها هي وللبيبي بيان سور. بالنسبه للعمليه تبدا التحضير نتاعها من وقت الحمل. ثم الغده النخاميه اللي نعرفوها بالفرنسي اللي هي ليبوفيز، وبحذاها غده صغيره اخرى في الراس اللي هي ليبوتالاموس. هذوما يبداو يصنعوا، يصير التضخم في الحجم نتاعهم في الراس، ويبداو يصنعوا في هرمونات اسمهم برولاكتين، اللي هي بالعربي نقولوا احنا الهرمونه نتاع الحليب. يعني وقت اللي تعمل انت تحليل هذا للمراه وقت الحباله باش تلقاه طالع برشا، ثم حتى نساء يكون عندهم ساعات الحليب وهما حباله. دونك الهرمونات هذوما يطلعوا في وقت الحباله. وقت اللي تصير عمليه الولاده ثم هرمون اخرى اللي احنا نسميوها هرمون الحب، تسمى هرمون الحب، اللي نلقاوها عند المراه كي تجي تولد، اسمها اوسيتوسين، اللي تبدا مع عمليه الطلق. معناها مع لي كونتراكسيون تاع الولاده هما ديجا الهرمونات اللي يسهلوا الولاده. الهرمونات هذوما هما اللي يخليو الحليب وقت اللي يتكون عند الام، من بعد يصير الخروج نتاعو في القنوات نتاع الثدي نتاع الام. دونك العمليه كلها مربوطه بالغدد وبالهرمونات. يعني لهنا سي ان فينومين سنترال رئيسي يصير في الغده نتاع الراس، تعطي الاشاره. الاشاره هذيك وقت اللي الصغير يتولد ويخرج ويصير الكونتاكت ما بين الام والطفل، الفينومين عصبي اكثر نورولوجيك معناها. يعني الصغير وقت اللي يبدا يجبد القنوات باش تتحل باش تخرج له الحليب. معناتها هذا الهرمون اللي يحفز على صناعه الحليب كل ما يطلب البيبي. يعطيك الصحه، فما الهرمون اللي يحفز وفما الهرمون اللي يخرج. ايوه به. معناها هذوما البرولاكتين، لوسيتوسين، هذوما كلهم هرمونات يتصنعوا يتعديوا في الدم، وهما اللي يقوموا بعملية التحفيز وعملية إخراج الحليب. به خلنا نفهم أنا الحليب، ثلاثة أيام الوالي يقول لك فما حليب البي اللي يسميوه بالعامية، هو البي هو الكلوستروم بالفرنسي، هو البي هو مش حليب. فثلاثة أيام الأولانيين أكاهو بالضبط 72 ساعة، اللي هو الكلوستروم هذا هو سائل أصفر. يعني حتى فما برشا كيف تبدا المراه اول مره، معناتها تبدا بكري ما تعرفش، تقول لك ما عنديش حليب، وهو خاطر فورمته مش حليب، هو سائل اصفر كونسونتري شويه، يقعد 72 ساعه. المكون الاساسي فيه هو البروتينات
وغني برشا برشا بالمضادات نتاع الاجسام لي زونتيكور اللي يقوي وياسر جهاز المناعه عند عند الصغير كيف يتولد. دونك الكلوستروم هذا ما فيش حليب، ماهوش حليب، لا شكله لا طعمه لا اللون نتاعو. دونك هو فقط سائل متكون من حاجة بروتينات الأكثرية اللي وقت اللي المرأة تولد أول ما تصير عملية الإفراز يخرج السائل هذاك من الأول في 72 ساعة. دونك لهنا يلزم لهم تحاول قدر الإمكان إنها تعطي الكمية الكل متاع البيه هذايا للصغير متاعها في 3 أيام الأولانية. أما في المقابل معناتها البيبي مازال ما يعرفش معنى عملية الرضاعة زادة دكتور. يعطيك الصحة. يتولد ما يعرفش وهكا وساعات فما حتى اللي يبداو ناقصين في النمو نتاعهم ولا مولودين ضعاف ولا مولودين قبل التاسع، يكون عملية السوسيون هي بالفرنسية نسميوها كيف يمص أمه، العملية دي تكون ضعيفة برشا عنده. وهكا علاش احنا نعرفوا ساعات نغسلوا ايدينا ونحط تحط له صبعك مثلا ما يجبدش بالباهي من الصبع نتاعك، فما الصغار اللي يتولدوا الرفليكس دو سوسيون عندهم ضعيف، هكا علاش هذاك لازم يتكون عندهم، لازم يتعلموه. معناها تطول بالها لهم بشويه بشويه وتعطي لصغيرها باش يتعلم يجبد ويتعلم كيفاش ياخذ اكل صدر امه ويبدا يخرج منه في الحليب، خاطر هذه تجيب فيها تعب. معناها الصغير يولي يعرق يولي يسخن يولي في ساعة ما يحس بانه تعب ويقص، معناها يمشي البال لام اللي هو ما لقى حتى شيء ولا حاجه لكن هو تعب. لازم يتعلم برشا مرات على خاطر اذا كان الغلطه الكبيره اللي تصير شنيا انه يمدوا ديريكت البيبرون. قلت له انت تمد البيبرون، البيبرون يهبط طول الحليب للصغير، دونك الحليب ما يجبدش منه، ما يجبدش الصغير منه الحليب، دونك يهبط له ديريكت، دونك الصغير ما يتعلمش الرفليكس دو سوسيون. معناها الصغير باش ما عملش مجهود باش ما عملش مجهود باش يشرب الحليب، ويسك الحليب هذا باش يجي بطريقه سهله على الاخر بالبيبرون، باش يجي بطريقه سهله وباش يجي حلو. باش يجي مطعمه حلو مش كيما مطعم البي اللي مر شويه. صحيح. دونك الصغير من الاول بالكل اذا مر سنين في النهارين الاولانيين باش تعطيه انت البيبرون، مش يعمل لك الحاجه السهله، باش يعمل لك الحاجه البنينه. دونك ماهوش مشي يولي ياخذك الجهد نتاع انه يجبد وياخذك الباس صعيب هذاك، فهمت؟ فهمتك. به دكتور خلينا نفهم انا زاده نقطه اخرى، بعد ثلاثة ايام يولي الحليب معناتها ما عادش البي يولي الحليب العادي معناتها كوا. اي ولهنا برشا تصير برشا معناها غلطه انه كي ما يتعطاش البي دونك الصدر يتعبى، دونك وقت اللي يجي الحليب يصيروا هكا الاوجاع ويصيروا هكا معناها الام تقول صدري يوجع فيا ما نجمش راني موجوعه راهو عمل لي سخانه انغورجمون نسميه بالفرنسي، على خاطر من الاول بالكل ما صارش اخراج الباء. دونك هكا علاش برشا نساء يتعبوا في 3 ايام الاولانيين وقت اللي يصير يخرج الحليب، الصغير يجبد ما ينجمش يجبد الحليب والام تكون موجوعه بيان سور بطبيعه بخلاف الوجايه نتاع الولاده ولا نتاع العمليه القيصريه، ولا يعني فيه برشا تعب وفيه برشا شويه صبر شويه صبر معناتها مرحله جديده للناس الكل معناتها للام وللبيبي شويه وعي زاده رحيم، على خاطر اذا كان هي تقعد لثلاث ايام ما ترزعش سي لو مالي في معناها، فهمت؟ معناها كوسوسوا هي والا البيبي نتاعها مش يصير التاقلم ما بيناتهم بالكل. خلينا نفهم انا فما نقطه اخرى من الاسئله اللي قاعدين ومن الافكار الرائجه واللي غالطه ديما ناكدوا عليها، تقول لك انا قاعد رضا دونك باش نتمص باش نضعف، هذاك علاش خلينا نمشي للحليب، صحيحه الفكره هذه يا دكتور؟ هو عمليه الرضيعه الضعف. به عمليه الرضيعه تخسر الام بريسك في 500 كالوري يوميا، عباره كانها تعمل في ان اكزامان فيزيك، عباره كانها تعمل في سبور في اكتيفيتي سبورتيف مهمه معناها في النهار هذاك، وبالعكس فما برشا يستعملوه باش يضعفوا خاطر النساء يسمنوا برشا في الحباله، لكن هي كي تبدا ديجا ضعيفه وباش تزيد تضعف بعمليه الرضاعه لهنا يلزم تحسن في الماكله نتاعها، تبعد على احنا عندنا برشا عادات خايبين راهو عندنا ساعات ماكله الحلو عندنا ماكله معناها اللي تقول لك اللي يجي قدامها تاكل وكل شيء، لهنا يلزمها جوست هي تختار شنو الحاجات اللي تاكلهم باش اذا هي ما تحبش تضعف، ما بالعكس رحيم
فما برشا نساء يحبوا يضعفوا به بعملية الرضاعة. السؤال ديما يتكرر علينا على راديو الحياة فهم. تقول لك انا دكتور، نذكر السادة المستمعين انه معنا الدكتور اسماء بابا، طبيبة اخصائية في السكري والغدد، وحديثنا على الرضاعة الطبيعية. تقول لك قديش من مرة انا باش نرضع؟ 6 مرات، 9 مرات، 8، وقديش وقت بيناتهم؟ قديش تقعد مدة الرضاعة لكل في كل مرة؟ هذه مهمة زادة من الأسئلة يطرحوا علينا دكتور. الفريكونس اللي نتاع الرضاعه تبدا من الاول بالكل برشا، وبعد تالي تبدا تنقص بشويه بشويه، يعني في الايامات الاولانيين، احنا حكينا على 3 ايام الاولانيين اللي هما صعاب، لهنا مش ترضع برشا مرات. كي نقول برشا مرات راني نحكي على 10 و14 مره. علاش؟ على خاطر الصغير باش ياخذ شويه ويرتاح، باش ياخذ شويه ويرتاح. لهنا في نقص نوم بالنسبه للام، وفيه يلزمها ديما تتفقد صغيرها، ساعات يتعب ويرقد، دونك تولي هي تاخذه من جنب وزنه وتحاول تقيمه، تشدوا من لوبول نتاع الوزن نتاعو باش تقيمه، وتحاول باش تمد له مره اخرى باش يرضى. يعني هي تقعد في الايامات الاولانيه، الام هي اللي تقعد تفيق في صغيرها باش يرضى، وكما قلت لك برشا مرات. من بعد وقت اللي يولي حليب، ما عادش الباء، كيف يولي حليب يولي ياخذ رضعات كونسيستانت يشبعوه، وما يلزموش يفوت 3 سوايع. معناه إذا كان الصغير رضع بالباهي وخذ كونتيتي نتاع حليب بالباهي ورقد، ما يلزموش يقعد يرقد أكثر من 3 سوايع يعاود يرضع مرة أخرى. يعني لهنا الأم المرضعة، وهذا هو اللي تعب برشا، راهو الأم المرضعة راهي ما تفوتش 3 سوايع نوم، معناه من ساعتين لثلاثة سوايع نوم. وهك علاش برشا نساء ما يكملوش رضاعة؟ لأنه ما فهمش، مش نساء الكل باش تتحملك أنها هي كل ساعتين ولا كل 3 سوايع باش تقوم، فهمت؟ دونك سورتو في الشهرين الاولانيين نحكيو على كل 3 سوايع، رانا نحكيو على 8 مرات في النهار. 8 سوايع به. خلينا نفهم نقطة أخرى زاد مهمة برشا، خاطر بدينا تو نحكيو على طريق معناتها مدة الرضاعة وقداش وكيفاش. فما ناس تقول لك بون هاي خذيت أنا الكونجي نتاعي تو لازم نرجع نخدم، نجم معناتها نجم اليوم نستحفظ على الحليب نتاعي ونخليه له في بلاصة في الفريجيدير، ونجم يرضع منه الحليب هذا، تنقص الفوائد نتاعو ما تقصش الفوائد نتاعو، قداش يصبر؟ شنية هالفكرة هذه يا دكتور؟ هو هذاك أهم شيء في الرجوع. فما برشا نساء يعملوا غلطة انهم يدخلوا البيبرون في الشهرين الاولانيين، تقول لك باش من بعد ما نقاش صعوبة في انه باش ياخذ البيبرون. مش باش يلقى هو صعوبة في انه ياخذ البيبرون، معناها تنجم هي تعمل شهرين كاملين رضاعة طبيعية، على خاطر من بعد هيك باش ترجع لخدمتها ويمد له حد اخر البيبرون باش ياخذه كلكو سوا، خاطر كيما فصلت لك البيبرون ساهل. لكن هي ما لازمهاش تحرم صغيرها من البيبرون من الحليب نتاعها. وحاجة أخرى الحيم أنه المرأة وقت اللي تخدم، وقت اللي تخرج، وقت اللي تقعد مدة طويلة على صغيرها، ذرها باش يقوم بإفراز الحليب. دونك لهنا احنا في كل واحدة هي والخدمة متاحة، وكل واحدة والجوري متاع الخدمة متاحة. فما اللي تخدم 8 سوايع، فما مثلا يخدموا في السبيتارات يعديوا نهار كامل مثلا في السبيتار. دونك لهنا ديما احنا ننصحوا بجبدين الحليب بالتيرلي. يعني الام تجبد الحليب متاحة بالتيرلي كما نقولوا ترضع من ثدي، وبعد الثدي الثاني تفرغوا بالتيرلي وتجبد الحليب. الحليب هذاك فيه مضادات الاجساد اللي هما المهمين بالنسبه للصغير. مضادات الاجساد هذوما باش يقعدوا افيكاس ويحميوا الصغير، لزمهم في الفريجيدير العادي 25 درجة يقعدوا من 4 ل 6 سوايع، وينجموا فما اللي يخليو حتى في الكونجيلاتور يقعد حتى نهارين 3 ايام في الكونجيلاتور، بعد اللي بيان سور كي باش تخرجوا باش تدفي بيه. لكن كي يبدا نهار عادي نتاع خدمة معناها مش تمشي وبعد اللي ترجع تنجم تخلي له رضعة والا سنين ياخذهم يكونوا محتفظين بهم في الفريجيدير. 6 سوايع، 6 سوايع، 6 سوايع معناتها كحد اقصى في وضع عادي، ويقعد ويقعد حافظ معناتها مستحفظ على لي زونتيكور اللي حشنا بيهم احنا في الاخر. يقعد الحاجات الاخرين هما يقعدوا اكثر، البروتينات والفيتامينات والماء واسونسيلمون ماء. لكن احنا باش نحكيو على لي زونتيكور بالذات، نحكيو على الفائده نتاع تقويه جهاز المناعه بالذات. معناها هو ينجم يقعد اكثر من 6 سوايع، لكن كي باش نحكيو على لي زونتيكور مضادات الاجسام اللي هي تحمي جهاز المناعه، هذوك ما يفوتوش من 4 ل 6 سوايع. به دكتور اسماء بابا، طبيبه اخصائيه في السكري والغدد، سعيد جدا بحواري معك واجابتك على اسئلتنا الكل اليوم في الو دكتور حول الرضاعه الطبيعيه. كانت هذه الو دكتور بالنسبه لليوم. الو دكتور.